المسيح قام، حقا قام، هاليلويا. هذه هي الكلمات التي تعالت في القدس صباح عيد الفصح. قراءة مهيبة لأربعة مقاطع من إنجيل القيامة حول القبر الفارغ، رمزا لإعلانه في جميع أنحاء العالم. تم الاحتفال بعيد الفصح في عام 2020 خلف أبواب مغلقة، ونقلت احتفالات الأسبوع المقدس إلى بيوت الطوائف المسيحية المحلية في بث مباشر. بينما قرعت أجراس كنيسة المهد احتفالاً بعيد الفصح للطوائف التي تسير حسب التقويم الغربي، قرعت أجراس كنائس الروم الأرثوذكس وتزينت بسعف النخيل احتفالاً بأحد الشعنين حسب التقويم الشرقي. تقوم مجموعة من المتطوعين من مجموعة الطوارئ في البلدة القديمة في القدس بتوزيع الطعام على كبار السن غير القادرين على مغادرة منازلهم في هذا الوقت الذي تنتشر فيه جائحة فيروس كورونا. المسيح قام، حقا قام، هللويا. تردد هذا الإعلان في القدس وفي جميع أنحاء العالم. كان هذا الأسبوع المقدس غريبا وانتهى بالاحتفال بعيد الفصح، فقد ترأس المدبر الرسولي لبطريركية القدس اللاتين المونسنيور بير باتيستا بيتسابالا القداس في كنيسة القيامة مع عدد قليل من المحتفلين في ظروف غير عادية. قال المونسنيور بيتسابالا في عظته: لقد اختبرنا في هذه الأيام غياب العلاقات بيننا بطريقة جديدة، كما اختبرنا غياب القربان المقدس وغياب مجتمعاتنا المسيحية. وتابع المدبر في عظته: نريد أن نصرخ أمام القبر الفارغ: يا رب لا تتركنا بين يدي الموت، إن القبر فارغ ولم تعد محجوزا فيه، لأننا نعلم أنك يا رب على قيد الحياة وأنت هنا معنا، يساندنا حبك ويضيء حياتنا وينعش آمالنا الهشة. انتهى الاحتفال بإعلان الإنجيل بصورة مهيبة حول القبر المقدس، وتمت قراءة إنجيل القيامة أربع مرات، وهذا رمز لإعلانه في جميع أنحاء العالم. احتفلنا هذا العام بعيد الفصح بطريقة مختلفة للغاية، ودون وجود الجماعة المسيحية لم يكن هذا الاحتفال بالعيد واقعيا، ولكننا في قلوبنا احضرنا معاناة وصلبان عائلاتنا إلى الجلجلة وقبر السيد المسيح حيث يجدون هناك الجواب. لقد قمنا بالصلاة آملين أن ينتهي هذا الوضع قريبا، ونأمل أن نتمكن من الانضمام إلى المسيح القائم من جديد. بالنسبة لي شخصيا، هذا هو الأسبوع المقدس 30 الذي أقضيه هنا في الأرض المقدسة. أنا موجود هنا منذ 30 عاما ولم أقض أسبوعا مقدسا مثل هذا. 30 anni mai passato una settimana santa come questa. الاحتفال بالأسبوع المقدس وعيد الفصح خلف أبواب مغلقة، هذا هو عنوان إحدى النشرات الإخبارية الأكثر انتشاراً مع صور الكنائس في جميع أنحاء العالم، من كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان إلى كنيسة القيامة في القدس، كلها خالية. هذه هي المرة الأولى في التاريخ نرى فيها مدينة القدس على هذا النحو، وقد رأينا العالم كله بهذه الطريقة. كان إلغاء مسيرة أحد الشعنين من بيت فاجي، وهي أكبر مسيرة مسيحية في الأرض المقدسة، ضربة قاسية بالنسبة للأب إبراهيم. وكان من الصعب على الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة أن يسير مع عدد قليل جدا من الرهبان في طريق الآلام يوم الجمعة العظيمة وعبر شوارع القدس. قيل لنا إن مسيرة الموكب في الشوارع لا يمكن أن تتم، وقد بذلنا كل الجهد وتحدثنا مع الجميع ومع الشرطة لكي يتم ذلك في حدود 10 أشخاص، ولكنهم رفضوا ذلك وسمحوا لأربع منا فقط. أربع منا ساروا في طريق الآلام.
يتذكر الأب إبراهيم فلتس أيضا لحظة أخرى يشارك فيها الكثير من الناس كل عام، وهي جناز السيد المسيح يوم الجمعة العظيمة، والذي يعرض اللحظات والإيماءات التي جرت بعد موت يسوع مباشرة من الجلجلة إلى حجر التطيب إلى القبر المقدس. Mi sono commosso, mi sono rimasto così male a vedere il venire. لقد تأثرت، شعرت بالأذى عندما رأيت جناز المسيح يتم بمشاركة 10 أشخاص فقط. أعتقد أن هذه كانت رسالة لنا، رسالة قوية تذكرنا بجميع الأشخاص الذين ماتوا وحدهم هذه الأيام، تذكرنا بأنهم لم يكونوا وحدهم حقا، كان يسوع معهم ورافقهم إلى أورشليم السماوية. ولهذا يجب اعتبار هذا الفصح شكلا من أشكال العبور، مثل العبور من عبودية مصر إلى أرض الميعاد، والمرور من هذه الحالة الطارئة إلى حياتنا الطبيعية. Un passaggio da questa emergenza alla nostra vita normale. كان الأسبوع الماضي أيضا أسبوعا مقدسا بالبث المباشر. بث المركز المسيحي للإعلام العديد من الاحتفالات من البركة على القدس من كنيسة الدمعة في يوم أحد الشعنين، وصلوات الساعة المقدسة من حديقة الجسمانية، وصلوات عشية عيد الفصح من القيامة. بسبب الالتزام بالبقاء في المنازل، كان أول قرار للبطريركية اللاتينية في القدس هو بث احتفالات الأسبوع المقدس من كاتدرائية البطريركية اللاتينية إلى البيوت، لكي تتمكن الجماعة المسيحية العربية في الأبرشية من المشاركة في هذه الاحتفالات. تم تصوير البث في هذه الاحتفالات بواسطة المركز المسيحي للإعلام، وأيضا من خلال منصات أخرى مختلفة، بما في ذلك تلفزيون فلسطين وموقع أبونا ORG. كان عدد المشاهدين للبث كبيرا جدا، وتابعها أيضا الكاثوليك الذين لا يحتفلون عادة بعيد الفصح وفقا للتقويم الغربي كما هو الحال في منطقة رام الله، والعديد من الأرثوذكس، وقد وصلت إلينا العديد من التعليقات الإيجابية. هناك شراكة وهناك تكامل في الأداء ما بيننا وبين المركز المسيحي للإعلام. نحن نتبادل المعلومات، نحن على تواصل دائم، نستقي منهم في بعض الأحيان، يغذونا بصور ومقابلات ومواد. كل الأعياد الدينية المسيحية يتم تغطيتها بما يليق، هذا التزام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وكل مكونات الإعلام في ظل الجائحة التي نعيش. بالتالي نحن نقوم ببث هذه الصلوات، ببث هذه القداديس، كل المناسبات الدينية، ليتمكن المواطن من متابعة هذه الصلوات من منزله. يقول الأب الشوملي: لقد كان هذا عملا مهما، ويظهر ذلك من ردود الفعل الإيجابية العديدة من الناس. قال الكثير من الناس: لأول مرة نفهم القداس بشكل أفضل ونحتفل بالإفخارستية بشكل أفضل. غالبا ما نقوم بمراقبة الأطفال خلال الصلاة، وكما تعلمون لا يستطيع الأطفال البقاء في الكنيسة 3 ساعات متتالية بصورة هادئة، والآن يتم الاهتمام المستمر بالصلاة داخل العائلة. نحن نقوم أيضا بمسابقات كتابية حول الأسبوع المقدس وحول آلام المسيح، حتى تتمكن العائلة من الجلوس والتحدث معا. ويجري في كل مساء في تمام الساعة 10 تلاوة المسبحة الوردية التي ينظمها موقع أبونا ORG، بحيث يمكن لجميع أفراد الأسرة الاجتماع والصلاة معا في البيت. من الأساس أن نعيد إحياء مفهوم الكنيسة العائلية التي تصلي فيها العائلة داخل المنزل. لا فاميليا إن فاميليا. بينما دقت أجراس كنيسة المهد احتفالا بعيد الفصح لدى الطوائف التي تسير حسب التقويم الغربي، قرعت أجراس كنائس الروم الأرثوذكس وتزينت بسعف النخيل احتفالا بأحد الشعانين حسب التقويم الشرقي، وذلك في 12 أبريل في مدينة بيت لحم. عيد الشعانين يرمز إلى دخول السيد المسيح له المجد للمرة الأخيرة إلى القدس
لكي يلقي السلام قبل الألام والصلب والقيامة، وإننا على يقين بأن ملك المجد القائم بالأموات سوف يعمل من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس، ولسوف في وقت قريب ومناسب إن شاء الله في الأيام القادمة الذي نحتفل بقيامة ربنا يسوع المسيح بأن يزول عنا هذا المرض والأسقام والأمراض، كما قال في الكتاب المقدس: غير مستطاع عند الناس مستطاع لدي. وكل عام وأنتم بألف خير. وبتنظيم من شبيبة كنيسة المهد للروم الأرثوذكس ومباركة صاحب السيادة المطران ثيوفيليكتوس الوكيل البطريركي في مدينة بيت لحم، جابت سيارة مزينة بسعف النخيل والبخور شوارع المدينة وأزقتها، وراح أبناء الشبيبة يوزعون سعف النخيل المبارك على الأطفال والمؤمنين المحتفلين في منازلهم. هذه المبادرة تأتي لإيصال بركة الشعانين لكل بيت مسيحي في هذه المدينة المقدسة بسبب الأوضاع الراهنة التي نواجهها من فيروس ووباء في الأرض المقدسة، والكنيسة تعمل دائما من أجل وصول البركة إلى أهلينا وأحبتنا. إنه لمشهد تقشعر له الأبدان، حيث الأطفال والنساء والرجال يحتفلون بيوم كهذا من شرفات منازلهم، وبهذه البركة والبخور انتعش الأمل فيما بينهم وراحوا يلوحون بسعف النخيل مرددين هللويا. كل سنة والجميع بألف خير بمناسبة حلول أحد الشعانين، وإن شاء الله يا رب ربنا يزيح هاي الغمة عن الجميع ويبعد هذا الوباء عن جميع الناس ويحمل بيوت. طبعا الأجواء كتير حزينة لأنه الشوارع كتير فاضية، فيش حدا في الشوارع، الناس ملتزمة بقرارات الحكومة وقرارات الكنائس بإغلاق الكنائس، وإنه نحتفل من داخل بيوتنا، هاي رسالة من ربنا. مهما تنوعت القيود التي فرضها فيروس كورونا، فإنه يبقى عاجزا عن إطفاء شعلة الإيمان والرجاء في قلوب المؤمنين وألسنتهم الهاتفة: هوشعنا، مبارك الآتي باسم الرب. هذه الجائحة وهذا الوباء. ابتسامة وأيدي تمتد للمساعدة وتبادل لبعض الكلمات، وهذا كل شيء. بهذه الطريقة تقوم مجموعة الطوارئ في حارة النصارى في البلدة القديمة من القدس بتقديم مساعدة للمسنين. بالتزام كبير تتجول مجموعة من المتطوعين في كل يوم أحد وثلاثاء وخميس في الأزقة الضيقة في مدينة القدس من أجل تقديم الطعام والاعتناء بأولئك الذين لا يستطيعون في أيام الوباء هذه مغادرة منازلهم. مبدئيا إحنا في البلدة القديمة بحارة النصارى ومنطقة دير الأرمن باب جديد وباب الخليل عم نوزع تقريب 150 وجبة، هذا بس بهاي المنطقة. بس مبدئيا إحنا مسؤولين المجموعة على 150 وجبة اللي هن موجودين بهاي المنطقة. كلهم يعرفون بعضهم البعض، ولهذا تزداد قائمة الأسماء في كل مرة نقرع فيها بابا، نحاول ألا ننسى أي شخص. يتم توزيع الوجبات بحيث تغطي الأسبوع بأكمله، ويتم كل شيء وفقا للتدابير الوقائية. الوقائية من ناحية ماسكس وغلوفز، ولما نعطي الوجبات للبيوت نعطيهم بس من الباب، ما ندخل للبيت أو نعمل أي كونتاكت مع أي حدا. ففي خوف طبعا، بس بنفس الوقت الشعور هو شعور كتير رائع إنه إحنا نقدر نساعد بهذا الوقت الصعب ونكون أهل بلدنا. من مؤسسين مجموعة طوارئ حارة النصارى لنا 5 سنين، أخذنا دورات إسعاف ودعم نفسي وأشياء كتير. هلأ إحنا برا بيوتنا عشان نتطوع نوزع وجبات للمسنين عشان أنتوا تضلوا ببيتكم. إنها لفتة بسيطة ولكنها مليئة بالمعنى، حتى لا نترك من هم بأمس الحاجة للمساعدة. أنا بوجه لكل العالم، لكل إنسان مسيحي، لكل العالم ما يخافوا من هذا المرض، لأن يسوع المسيح أعطانا الروح، أعطانا القوة، أعطانا الإرادة، مش لازم تخافوا من هذا الشيء. المسيح
حقيقتكم.